السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في الله والنجم هذه استماع، فنواصل الحديث حول حجاب المرأة، ونحن نتكلم عن لباس المرأة فقط. لماذا؟ لأن حجاب المرأة جعلوا منه مسألة فقهية كبيرة وشأن ديني ضخم، ووضعوا له شرع وألفوا الكتب وفزعوا النساء وعقدوا الناس، لأن حتى أصبح الناس لا يقرؤون القرآن ويحاولون أن يفهموا النصوص القرآنية، حتى أصبحوا هم فقط الذين يفسرون للناس ويفتون للناس ويفهمون القرآن. أصبح القرآن مع الأسف الشديد حكر على الكهنوت. فنحن نتكلم عن لباس المرأة فقط. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع شرعا الأشياء التي تؤذي المجتمع، ونتمنى أن يفهم الناس الخطاب. الله سبحانه وتعالى شرع للأشياء، للمسائل، للتصرفات التي تؤذي المجتمع، مثل القتل، ومثل السرقة، ومثل الوأد، ومثل الربا، ومثل أكل مال اليتيم، ومثل الفواحش، وكذلك يعني القذف في المحصنات، وشرع في الطلاق، وشرع في الزواج. نعم، فهذه لماذا؟ لأن هذه مسائل تخص المجتمع، لكي لا يطغى الناس داخل هذا المجتمع، ولكي يعيش المجتمع بسلام. الجزئيات الشخصية ليس فيها شرع. الجزئيات الشخصية التي تتعلق بجسم الإنسان ليس فيها شرع أصلاً. ولذلك وضعت عنوان للحلقة السابقة: لا علاقة لحجاب المرأة بالشرع، ليس هناك شرع أصلا. لماذا؟ لأن هذه الجزئيات يعني هي شخصية ولا شرع فيها. مثلا مثل الختان، الختان لا شرع فيه. لماذا؟ لأنه مسألة تتعلق بجسم الإنسان، مسألة شخصية هي لا تهم المجتمع. فيعني تكلمنا عن لباس المرأة في هذه البلدان، بلداننا هذه بلدان الأمازيغية، الفضاء المغاربي، كيف كانت المرأة تلبس. وهذا اللباس كان متفق عليه، وكان مقبول، وكان محمود في المجتمع، وكان يعجب الناس. الفترة التي كانت المرأة تلبس يعني هذا الحيك أو الغنبور، أو يعني أشياء كثيرة تسمى هكذا بالأمازيغية، المهم جلباب، يعني كان هذا مقبول في المجتمع. أما الآن فهذا المجتمع تغير، ويعني لما كانت المرأة تلبس الحيك ويعني تتغنبر، لم تكن في الإدارة ولا تعمل ولا تختلط بالرجال. أما الآن المرأة أصبحت تختلط بالرجال، وأصبحت تعمل، وأصبح لها دور في المجتمع، وأصبحت بنسبة أكبر من الرجال في المجتمع. فالآن المجتمع كذلك يتفق على لباس يعني يقبلها في المجتمع، لا تكون هذه اللباس يعني مكشوفها بشكل شيء ما. هذا فقط أما يعني النساء المتزوجات، ولا مثلا الموظفات ولا شيء حاجة، يلبسن لباس محتشم ولباس جيد. فيعني انظروا بأن هذه الأشياء لما تتعلق بالمجتمع، لكن تتعلق بالفرد داخل المجتمع. لما المجتمع يكون متعارف على تصرف ما ويقبل بعض الأشياء داخل هذا المجتمع، فلا أحد يتدخل فيه. لماذا؟ لأنه لا يخالف الشرع، ولأنه لا يؤذي أحد. لما نضع الشرع، لما يكون يعني إذاية، لما تكون يعني يتأدى الناس من شيء، فيه شرع طبعا وفيه حكم. لما نقول شرع حكم، فيعني ستقرؤون كتب وكتب ألفت في شيء أصلا لا شرع فيه. فأنتم تعودتم يعني أن تأتيكم الفتوى جاهزة، أنتم تنتظرون مني أن أقول لكم أن حجاب المرأة هو هذا وهكذا تلبس. وأنا أريد من الناس يعني أن يستيقظوا، أن يفهموا بعقولهم، أن تفهموا أنتم بأنفسكم، لا تنتظروا أحد أن يفتي لكم. أنا قلت حجاب المرأة ليس فيه شرع، لا علاقة له بالشرع، انتهى. في هذه الحلقة سنتكلم أن ليس هناك حكم، ليس هناك حكم في ما يسمونه بحجاب المرأة. لباس المرأة مسألة شخصية تخصها، ليس فيها حكم. إذا لم ترتدي المرأة يعني كما جاء في كتاب الله، سنقرأ الآية، والمرأة هي التي يجب أن تقرأ الآية وتفهمها، وليس يفهمها الرجل ثم يلزمها.
المرأة الآن أصبحت متعلمة وتقرأ وتفهم أحسن من الرجل، يجب أن تقرأ المرأة هي، وهذا مسألة تخصها، وأن من هي وربها هي والله سبحانه وتعالى، ولا يتدخل فيها أحد، وليس أبوها ولا زوجها، لا أحد له وصاية على أحد، حتى أبوك وحتى زوجك. هذا مجتمع والمرأة أصبحت تعيش، فيجب أن هذه المرأة كذلك أن تعيش محررة يعني مثل الرجل، وإلا سيكون ظلم في المجتمع، وأن لا يبقى يعني هذا الكيل دائما يطفو يعني في لصالح الرجل. فسنقرأ هذه الآية وسنرى إن شفاء. البارح قلت بأن ليس هناك شرع في الحجاب أن يفهم الناس، لما لا يكون شرع فلا يشرع لنا أحد ولا يتفضل علينا أحد، وكل ما يقولونه حول الحجاب فليرموه في القمامات وليذهبوا إلى الجحيم. ليس هناك شرع، لم يضع الله سبحانه وتعالى شرعا للحجاب، ما يسمونه بالحجاب أنا أسميه لباس المرأة فقط، ثم ليس هناك حكم، ليس هناك حكم، الربا فيها حكم، السرقة فيها حكم، الزنا فيها حكم، قذف المحصنات فيها حكم، يعني حتى هذه حتى الأشياء التي حرم الله سبحانه وتعالى ليس فيها حكم، الميتة والخنزير والدم ليس فيها حكم، مسائل يعني خاصة التصرفات التي تؤذي المجتمع، التي يتأذى منها المجتمع مثل القتل، القتل فيه حكم يعني، وليس هذا. فحجاب المرأة ليس فيه حكم، المرأة التي لا ترتدي الثوب الذي الآن يلزمونها بها هم وليس الله، ما حكمها؟ هل هي كافرة؟ هل مشركة؟ هل كبيرة من الكبائر؟ يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ هل ستدخل النار؟ هل ماذا؟ ليس هناك حكم أصلا، ليس هناك حكم، فالحجاب لا شرع فيه وليس هناك حكم يخص الشرع. يعني إذا فهمتم الخطاب، إذا فهمتم الخطاب الآن، فيجب أن يكفوا ألسنتهم علينا، لأن يعني هذه المسألة ضخموها، وأصبح الناس جعلوا منها شأنا دينيا كبيرا، وتركوا الأخلاق التي القرآن ينص عليها، تركوا الأشياء التي نص عليها القرآن، وذهبوا إلى القشور وإلى الأشياء الثانوية الجزئية التي تتعلق بجسم الإنسان. يعني استدلوا بآية حجاب، كلمة حجاب لا تنطبق على لباس المرأة بالبتة، لأن حجاب هو ستار يعني جاء في عدة آيات، هو حاجز يستر جهة على جهة، يسمى حجاب. وجاء استدل بالآية التي يعني في هذه في سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني هنا حجاب واحد الستار كانوا يضربونها لكي لا يختلطوا بزوجات الرسول، هذه آية خاصة، موقف خاص لا يطبق وليس شرع، لأن يعني زوجات الرسول لا يمكن يجي شخص يجلس معهم ولا يجلس وسطهم، هذا غير يحبس الناس ولا شيء يغطي زوجات الرسول، واحد الحاجز واحد الستار سماه حجاب. إذا أراد الناس أن يسألوا متاع، يسألوهم شيء، يعطيهم شيء، فما يدخلوش عاد نقول لهم اعطيوني ولا حاجة، يتختلطوا معهم، فكاين واحد الحاجز، واحد الاحترام، هذا احترام يعني لكي لا يتحدوا، ويدخلوا عن زوجات الرسول وينتظروا. إذا سألتموهن متاعا، الناس يسألوهم عن أمور دينهم، ليس صحيح، لماذا يسألون زوجات الرسول عن أمور الدين؟ ليس صحيح، الآية فيها متاع، وإن سألتموهن متاع شيء تريدونه وتحتاجونه أكل ولا أو شيء. فيعني هذا يعني هذه المسألة هذه لا تخص ما يسمونه بالحجاب، ولا علاقة له بالحجاب، وليس شرعا ولا يتفضلون علينا. آية الجلباب التي قرأت لا علاقة لها بحجاب المرأة. نحن نقول الجلباب، الجلاب، الأشياء التي تضع المرأة فوقها، غطاء تغطى المرأة، وجاءت في سورة الأحزاب، يجب أن يعني أن تغطى المرأة لكي لا تعرف، لكي لا تؤذى، وهذه الغاية من الآية، جاءت في سورة الأحزاب، هذه لا يستدل بها عن حجاب المرأة ولا يتفضلون علينا. الآية الصحيحة اللي جاءت في سورة هذه سورة النور، نعم صحيح، هي فيها الأشياء، المرأة هي التي تقرأها وليس الرجل، وفيها الرجل والمرأة، وفيها الرجل قبل المرأة، وهي تتكلم عن غض البصر وليس عن لباس المرأة. هذا هو المشكل، لأن هناك الشرع والمنهاج، ما الغاية من
من المرأة تغطى. الغاية منها ليس الثياب، ليس هذه الشراوط هما المهمين، ولكن لماذا؟ لكي لا تثير الناس ولكي لا تفتن الناس. ما هي الآن تعمل معهم، هي تعمل معهم المرأة أكثر من الرجل الآن. إذا المنهاج الآن وهو أصبح الغير لا يطبق على أن المرأة تستر لكي لا تفتن الناس ولكي لا تثير الناس، ليس صحيح. ولذلك الشرع والمنهاج، فالشرعة لا زالت، الشطاطة لا زالت، ولكن المنهاج يعني المرأة الآن تختلط بالرجل في جميع المرافق حتى في وسائل النقل. فيعني هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كلمة أزكى، هم يزكوا أنفسهم بأن يغضوا أبصارهم، ولا أظن أن هناك رجل يغض البصر، أنا لا أظن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من أبصارهم وليس من أنظارهم، يعني النظر لا يمكن أن تغض النظر، لأن النظر بمجرد ما تفتح عينك أنت تنظر، لا يمكن أن 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 لكن البصر أن تبصر، لما يعني تنظر في الشيء تحقق فيه. لأن غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، من الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، من الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآية الأولى تخص الرجال، والرجال قبل النساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. من أبصارهم، أن يغضوا من أبصارهم، ممكن ينظر إلى الشخص ليعرفه من هو، ولكن لا يبقى ينظر إليه إذا كانت امرأة. هذه هي يغضوا من أبصارهم، وليس تغض البصر كله، لا، ممكن تنظر إليه لتعرفه، كاينش ليس هناك مشكل. هذه هي غض من أبصارهم، التبعيد من هذا البصر، لا تبقى تنظر إليه لمدة يعني لوقت طويل. ثم ذلك أزكى لهم، كلمة أزكى هي القوية في الآية، وليس البصر وليس غض البصر. لماذا؟ لأنك يجب أن تزكي نفسك، أنت تزكي نفسك، ولا يعني يطلب منك أحد. يعني ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، خبير بما يصنعون وليس بما يعملون. فالآية للنساء: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. أنا لا أدري كيف النساء يعني الآن خوفوهم وفزعوهم وأرعبوهم وأرهبوهم، حتى أصبحت النساء لا تحاول أن تفهم القرآن ولا حتى أن تقرأ القرآن. نساء العالم أنتم تفهمون اللغة العربية، وهذه أنا أظن أن تلميذ في المدرسة الابتدائي في الصف الابتدائي يفهم هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما الذي يظهر من زينة المرأة إن لم يكن اليدين والوجه؟ وهناك من قال بأن الشعر كذلك يدخل في مما ظهر، حتى الشعر لا يغطى. ومن قال بأن حتى الرجلين، لأن الرجلين تظهر، لأن المرأة تمشي تكون ماشية الرجلين تظهر، ولكن باقي الجسم يعني أن ممكن المرأة تستر، إيش مشكل يعني هنا إلا ما ظهر. فاستثنائي بإلا هنا ما ظهر، وظهر الأشياء التي تظهر للناس، ما هي الوجه واليدين. وأنا قلت بعض قال بأن الشعر كذلك، ولذلك جاء فليضربن بخمورهن، هو من الكتف فما تحت. لماذا؟ لأن الوجه ليس من الجيوب، الشعر ليس من الجيوب، الوجه ليس من الجيوب، والشعر ليس من الجيوب، واليدين ليست من الجيوب، والرجلين ليست، القدمين ليست من الجيوب. هذه لغة عربية، وليس هذا ليس فقه. وليضربن بخمورهن على جيوبه. لماذا؟ لأن الجيوب هي الأماكن الفتانة، وهي الأماكن التي تسمى عورة عند المرأة، وهي التي يعني تثير شيئا ما يعني إحساس الرجل. أما الوجه لا يثير إحساس الرجل، والوجه شرفه الله، لأننا نتعرف به على الناس. كيف تعرف شخص وهو يغطي وجهه؟
الوجه شرفه الله، الوجه لا يغطى، الوجه شرفه الله، اليدين تعمل بهم كل شيء، تمررها على رأسك، تشد بها ثوب، تأكل بها، تعقد بها ثوبك، يعني تلبس بها حذائك، تلبس بها ثيابك، تسلم بها على الناس، يعني اليد، اليد هي كل شيء في الجسم، اليد هي كل، اليد لا تستر والوجه لا يستر. أنا قلت بعض، يعني بعض من فسروا قالوا حتى الشعر إن لم تستره المرأة ليس مشكل. لماذا؟ لأنه يدخل في ما إلا ما ظهر. ولا أدري لماذا الناس يقرؤون هذا، ثم لماذا يضحكون عليكم؟ لماذا يحنطونكم ويخدرونكم؟ أين عقولكم؟ أتكلم مع المغلفات، المغلفات أين عقولكن؟ تلقى شخص، تلقى وحده طبيبه وعامله مغلفه راسها، هي طبيبه، قراي النص، قراي النص، انت لا يضحك عليك احدك، لا زوجك ولا ابوك، اقراي النص، انت تعبدين الله وليس تعبدي زوجك، وليس لا وصايه لاحد على احد، حتى ابوك وزوجك ليس له الوصايه عليك، انت خلقك الله خلقا مستقلا عن الرجل. فالايه فيها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، فاستثنى الله سبحانه وتعالى الأعضاء الظاهرة، الأعضاء التي تظهر عادة في الجسم، الأشياء التي لا تظهر في الجسم مثل مثلا الصدر أو السرة أو يعني هذه لا تظهر، أو الفخذ، أو هذه لا تظهر للناس، هذه ليست إلا ما ظهر منها، لكن ما ظهر منها هي الأشياء التي تظهر من الجسم، هي الوجه واليدين. أنا قلت بعض يعني أدخل الشعر، لكن صار بأن لا حكم، لا حكم في من لا ترتدي الحجاب في الآخر. لنخلص إلى الخاتمة بأن هذا أمر المرأة، هذا أمر المرأة هي التي يجب أن تغض بصرها وأن لا تبدي زينتها، وليس الرجل هو الذي يرغمها بأن لا تبدي زينتها. ثم كلمة زينة ما هي؟ كلمة زينة جاءت في القرآن، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس هذه الدنيا، زينها الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء، زين للناس حب النساء وليس النساء، زين للناس حب النساء، حب الدنيا، زين للناس حب هذه المسائل وليس هي، ما زينش لنا الله الخير المسوم، يعني نحن نحب هذه الأشياء، ولذلك البداية جاء الكلمة القوية هي حب، لأن الله زين لنا حب النساء وحب البنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، حب هذه الأشياء، زين لنا حب الذهب والفضة والنساء ماشي هذا. ثم جاءت زينة كذلك في القرآن بعدة مواقف، في عدة يعني آيات هذه. ثم حتى جاءت إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها جاء أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هنا الأرض زينت، بماذا تتزين الأرض؟ تتزين بالأشجار، بالخضرة، بالمسيح، حتى بالفراشات، بالحيوانات، تتزين الأرض، يعني أخذت الأرض زخرفها، تزخرفت وتزينت هذه الأرض. يعني هنا الزينة هي ليس جسم المرأة، هي جسم المرأة زائد ما يزينها، ما تتزين به، بمعنى يعني هذا الثوب الجميل، بمعنى هذا أحمر الشفاه، بمعنى الصباغات، بمعنى المكياج، بمعنى يعني الأشياء التي تتزين بها، هذه كلها يعني ولا يبدين زينتهن، هم ذهبوا فقط للحم المرأة، ذهبوا فقط لهذا، حتى السيارة التي تركب فيها المرأة إذا كانت جميلة وفخمة فهي من الزينة، إذا أرادوا أن نفهم النص يعني كما يقول، ولا يبدين زينتهن، المرأة هي التي لا تبدي زينتها. ألا تعرض زينتها على الناس، ألا يعني تمشي قدام الناس، لا يبدين، كلمة يبدين هي المهمة ليست زينة المرأة، ألا تبدي المرأة تتزين وتبديها للناس، هكذا نفهم الآية، وليس المرأة يعني لابسة جيد وماشية للعمل،
هذه لا تبدي زينتها للناس، هذه ماشية لعملها وليست تزينت وجاءت عند الناس يعني. ولذلك في الجاهلية كانت المرأة تعرض جسمها، ولذلك قال الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية لنساء النبي. هذا خطاب لنساء النبي، خطاب خاص. ولا تبرجن تبرج، ما لا يمكن نساء النبي يتبرجن، ومع ذلك خاطبهم الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن وتلون ما 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 وتلون يعني ما يوحى هذا الآيات الله، يتلون القرآن لا هي على الناس، يعني قرآن والناس يقرؤون القرآن، فلماذا هذا؟ لماذا لم يستقر أمر هؤلاء منذ 14 قرنا على لباس معين، ولم يكن اللباس يناقش بالبتات، ولم يكن الحجاب موضوع ولا مسألة فقهية، لم يكن أنا علي حتى في الستينيات مباشرة بعد الاستقلال يعني بالأمس وليس في القرن الأول، لم يكن الحجاب يذكر في المجتمع يا عباد الله، لم يكن الناس يتكلمون عن الحجاب، لم يكن شيء شأن ديني، لم يكن مسألة فقهية، لم يكن شرع أصلا، أصبح الشرع الآن لما دخل الألباني لهذه البلدان الأمازيغية، لما دخل الكهنوت وجاء هذا الغلاف الأسود من بلاد الشرق، يعني بدأ الناس يتكلمون عن الحجاب. لماذا؟ لأن بدأوا بعض النساء يتفضلوا على النساء الأخرين، يعني لما تتغلف تقول للناس دخلت الجنة، ثم تبدأ تحتقر النساء الأخريات. ولكن هذه المرأة يعني في هذه البلدان، هذه المرأة لما رأت هذا الغلاف الأسود انبهرت، يتظن بأن هؤلاء هم عرائس الجنة، لكن ليس صحيح، ليس صحيح. والنساء تعلم جيدا أفعال هؤلاء، ليس كلهن نساء الكهنوت، الكهنوتيات الذين يرتدين هذا اللباس فقط ليقولوا للناس بأنهم عفيفات، لسنا عفيفات، يريدنا أن يقولنا للمجتمع بأننا عفيفات بالتوب، لسنا عفيفات. العفة لا تكون بالتوب، العفة تكون بالقلب وبالأخلاق وبالإيمان، وتكون يعني بالتربية، وتكون يعني بالأخلاق، العفة تكون بالأخلاق وليست بالتوب أسود. كثير منهن الآن بالتوب الأسود الآن، والفسق في صفوفهن، ليعلم الناس بأن الشرع والمنهاج، لأن التوب ليس هو المهم، الشرويطة ليست هي المهمة، التعفف هو المهم، التربية، الأخلاق، الإيمان هو المهم في الشخص. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب بغض البصر. لماذا؟ لأن البصر هو الذي سيقودك إلى بعض الأشياء وليس التوب. ثم يعني أنا أفسره بالعكس، هل نغطي النساء لكي لا يفتن الرجال، أم يجب على الرجال بأن يغضوا أبصارهم؟ هل نغلق حانات الخمر لكي لا يشرب الناس الخمر، أم نترك الأمر كما هو لكي لا يشرب الناس الخمر، لأنهم يعلمون أنه حرام؟ بالله عليكم يعني فهموا واستخدموا العقل والمنطق يا عباد الله. هل نمنع الخمر يباع في بلداننا، نمنعه لكي لا يشرب الناس الخمر، أم نترك الخمر والناس يعلمون أنه حرام ولا يشربونه؟ فهموا الدين أنتم بأنفسكم. يعني الآن الناس يقولون: آه لماذا الخمر رخيص ولماذا تركوه يباع؟ أها إذا كان حرام لماذا تسأل عنه رخيص ولا غالي، ولماذا تسأل عنه أين يباع؟ يا سيدي يباع في جميع الأزقة إن شاء الله، يباع حتى على الرصيف، إذا كنت يعني تؤمن بأنه حرام وكنت مسلم يعني مقتنع بأنه حرام فلن تشربه ولو وضعوه أمامك. نحن درسنا في أوروبا والخمر الرخيص وموجود في جميع الأمكنة، ولكن لم نشربه تربية وليس يعني دينا، لأننا تربينا هكذا بهذه الأشياء، هذه لا نقربها فقط. ويعني أوروبا الحمد لله مشينا نضاف ودرسنا ورجعنا وبدون أي مشكل، لأن التربية والأخلاق هم المهمين. لذلك هناك من في المجتمع الآن وقع شرخ، أصبحت هذه التي تتغلف هي التي تتفضل على النساء بأن هي التي تذهب إلى الجنة والنساء الأخريات سيذهبن إلى النار. ولذلك وضعت عنوان: إذا فهمه الناس فهموا كل شيء، إذا لم يفهموا فلن يفهموا الحجاب.
لا علاقة لما يسمى بالحجاب بالشرع، ليس هناك شرع أصلا، وليس هناك حكم. إذا لم ترتدي المرأة هذا يعني كما أمرها الله مثلا، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، لنفرض أن المرأة تغطات يعني سترت غطاء جيد، إذا لم تستر، إذا يعني ما حكمها؟ هل هي كافرة مشركة ستذهب إلى النار؟ ما ليس هناك حكم، ليس هناك حكم. لماذا؟ لأن الأمور التي سكتت عنها الشريعة وليس فيها حكم هي رحمة من الله. كيف الله يرحم المرأة والكهنوت الآن يتشدد معها؟ فالله لم يضع لها حكم، ما قال لها لا تذهبين إلى النار، ولا أنت كافرة، ولا لا لعنة الله عليك، ولا أي شيء. ليس هناك حكم، ولكن الكهنوت الآن يلعنها ويدخلها النار. كلهم يقولون ستحاسب المرأة إذا لم ترتدي الحجاب. ما هو الحجاب؟ أن تتغلف. يا سيدي ليس لدينا حجاب في القرآن، كلمة حجاب ليس في القرآن، لا توجد كلمة حجاب في القرآن. هنا فوليضربن بخمورهن، الخمار هو الغطاء وليس هو الغلاف، الخمار هو الغطاء، الأشياء التي تتغطى بها النساء فقط، وليس يجب ألا تظهر شعرة واحدة من شعرها، ليس صحيح. تتغطى كما وتكون مرتاحة وكما تريده، إذا ظهر شيء من الشعر أو غطت رأسها أو تغطت، هي المهم يكون لباس محتشم مقبول في المجتمع بدون أي مشكل، لأنه هذه الأشياء يجب ألا تناقش، يجب ألا تناقش، أن يتركوا الناس في حريتهم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم حرية الإرادة وأعطاهم كل شيء ولا يتفضلون عليهم. يعني هناك أمور أخرى سنتكلم عنها، وهي زينة المرأة. زينة المرأة، يجب المرأة الآن المجتمع كله، المرأة تلبس جيد، تلبس جيد وأناقة، وتكون أنيقة. لماذا؟ لأن في العمل هكذا، يجب أن تكون أنيقة في العمل، هي لا تذهب إلى أماكن التي تعرض جسمها للرجال، هذه ذهب للعمل، هذه ماشية للعمل، ماشية البنك، وماشية المدرسة تدرس، وماشية المستشفى تعمل، وماشية يعني الإدارة، وماشية يعني هذه يعني أن تلبس أنيقة، ولا أن يعني هذه مسائل جزئية خاصة بجسمها، خاصة بها هي. ثم هذه المرأة اللي عملت الكيميوثيرابي، المرأة اللي عملت كيميوثيرابي وسقط الشعر، ما تقول لها البيريك، يعني هذا الشعر اصطناعي حرام. أها، غريب، تريد النساء أن يخرجن هكذا صلعات؟ إسلام هذا؟ هذا دين؟ هذا شرع هذا؟ ثم النساء اللي عندهم نفس المشكل، اللي سقط الحواجب، الشعر الحاجب يسقط مع الكيموثيرابي كذلك، ووضعت مثلا صباغة أو شيء مكانه، نعم هذه زينة كذلك، لكن ليست زينة من أجل أن يراها الناس، هذه زينة. لماذا؟ لأن عندها نقص في جسمها يجب أن تكمله فقط. ثم المرأة اللي يعني هذا بتروا لها الثدي، ووضعوا لها السيليكون، وضعوا لها بلاستيك في مكان الثدي، الحرام أم حلال؟ بالنسبة للكهنة حرام هذه. ثم ماذا تعمل هذه المرأة في الأخير؟ والله غريب. ثم المرأة اللي طاحت لها سنتها وتعمل أسنان جميلة وجيدة صناعية، أسنان صناعية، حرام أم حلال؟ غريب، والله غريب، غريب أمر هؤلاء، غريب. أنا قلت المسائل الشخصية، المسائل الجزئيات الشخصية لا يتطرق لها القرآن ولا الشرع ولا الإسلام، مسائل تخص الشخص، ولذلك أن تتعفف المرأة هو المنهاج، أن تتعفف المرأة هو المنهاج، أما أن تتغطى وتعمل المصائب فهذه الشرعة فقط، الشرعة هي الشرويطة، الشرعة هي التوب، لكن المنهاج هو العفة، أن تتعفف المرأة، أن تتعفف حتى لما ترى مثلا موقف فيه رجال ولا سينظرون إليها ولا سيحرجونها، لا تدخل ولا تمر أمامه ولا شيء، ولا تتغطى من اللي لما يعني تفوتهم ممكن تزيل الغطاء، ما عادش مشكل. النساء الآن أصبحنا في المجتمع مختلطات مع الرجال، أصبح هذا المجتمع هكذا، وهذا المجتمع طبعا يجب، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يضع حكم، ليس لماذا؟ لأن المجتمعات تتطور. تصور لو كان هناك، لو كان حكم في هذه الآية لكانت مشكلة،
لك لا يمكن أن يكون حكم، لأن الله سبحانه وتعالى كان في علمه بأن هذه المجتمعات ستتطور وستصبح هكذا. ولذلك فأن يتركوا الناس في حالهم، أن يتركوا الناس في حالهم. النساء الآن تنتظر أن تكون الفتوى وما هو الحجاب في الأخير، ولماذا تنتظر مني ولماذا تنتظرون الناس؟ لماذا تنتظرون الكهنوت أن يفتي لكم؟ لماذا تنتظرون تنتظرنا؟ فالآية واضحة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، انتهى. ما هي الأشياء التي تظهر؟ يجب أن يظهر شيء، لأن إذا تغلفت ليس هناك شيء يظهر، والله استثنى الأشياء التي تظهر، إذن هناك تناقض. إذن الغلاف الأسود ليس خمار شرعي وليس حجاب شرعي ولا علاقة له بالشرع. الغلاف الأسود حجاب الكهنوت ودين الكهنوت وعبادة الزوج وعبادة الكهنوت، ولا علاقة له بشرع الله سبحانه وتعالى. لكي نحسم في الأمر ولا نبقى هكذا نعيش يعني محطمين وشرخ في هذا المجتمع، والنساء لا تعلم كيف تلبس، حتى المرأة الآن أصبحت معقدة من لباسها. النساء في العمل كيمشيو بالجلباب، المرأة تتمشي بالجلباب وتتمشي بالثياب جيد، يعني يكون أنيق يكون جميل، أين المشكل؟ تمشي المرأة أنيقة للعمل، أين المشكل؟ لأنها ليست ذاهبة لتعرض زينتها على الرجال، هي ذاهبة للعمل يا عباد الله. هل المعلمة لما يعني تلبس أنيقة وتكون امرأة أنيقة ويراها التلاميذ يرونها أنيقة وتدرسهم، هل المعلمة تعرض زينتها على التلاميذ؟ الله يعني يفهم الناس، الله يعني يفهم الناس، يعني أنا فهم الناس يعني شرع، ليس الله يتشدد معنا إلى هذه. ولذلك القاعدة العامة احفظوها، احفظوها جيدا، القرآن أن الله سبحانه وتعالى لا حاجة له بجزئيات جسمنا، لا حاجة له بهذه الجزئيات. الله أكبر بكثير من هذه الشطيطة، هذه الشرويطة هذه، وأكبر بكثير من حجاب المرأة. لكن هذا الكبت عند الرجال هو الذي جعلهم يعني يغلفون المرأة ويغلقون عليها. هذا ليس شرع، هذا كبت فقط، هذه عقدة في الرجال فقط. وهذه هي الموروث الجاهلية، موروث عن الجاهلية. هذا هو الإرث الذي ورثه الرجل عن الجاهلية، هو هذه قهر المرأة، يعني تغليف المرأة والغلق عليها في المنزل، ولا كلمة لها ولا رأي لها ولا شيء. فنحن الآن أمام يعني معضلة اجتماعية، أصبح لدينا خصومات في المجتمع الآن بسبب هذا الثوب الأسود. شليقة أشرويط أشرويط، بدأت الأخت تكفر أختها وتكفر أمها، وبدأت المرأة تكفر جميع من يسكنون في العمارة، والأخ الآن يكفر أخاه ولا يزور أخاه ولا يترك أطفاله يلعبون معه كما قلت مع يعني أبناء عمهم، ولا يتركون حتى الأطفال في العيد يسلمون على عمهم ولا حتى على أبيهم ولا على جدهم ولا على جدتهم. هناك كهنوت لا يزور أبوه الآن، هناك كهنوت لا يزور أمه. يعني لا يمكن أن يكون الدين بهذا الشكل يا عباد الله، لا يمكن أن يشتتنا ويفرقنا الإسلام. ولذلك دينهم باطل، وهذا أكبر استدلال، ونحن نستدل يعني بالبرهان وبالعلم، هذا استدلال علمي، استدلال علمي. هذا الدين الذي جاءوا به من عند الكهنوت الأول، وأن تعلم هذه المغلفة بأنها تعبد زوجها وليس تعبد الله. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يكون لدينا دين الأخت تكفر أختها فقط، لأن ليس لا تلبس الثوب الأسود، لأنها لا تتغلف، تكفرها لأنها لا تتغلف، والآخ يكفر أخاه لأن ليس لديه لحية وليس لديه يعني ثوب فوق الكعب، يكفر أخاه ولا يزور أخاه ولا يترك أطفاله يسلمون على عمهم. هذا أكبر دليل على أن هذا الدين باطل، دين الكهنوت باطل، دين السلفية باطل، بهتان ومنكر في المجتمع. هذا ليس دين، هذا منكر في المجتمع. يعني كيف الله سبحانه وتعالى يشرع لنا؟ المرأة الآن والله فزعوها، المرأة لا تدري ماذا تعمل، وأصبحت المرأة تحس بنقص. كاين موظفات الآن في الإدارة، المرأة يعني محرجة، المرأة منزعجة لما ترى يعني وحدة داخلة مغلفة، يعني ترتعد، تقول لك هذيك هي اللي لابسة الثياب الشرعية، يا سيدتي هذيك مخالفة للدين. أنا أقول لك بأن هذيك المغلفة مخالفة للدين، مخالفة لشرع الله، هذيك فتنة في المجتمع.
مع النساء اللي غطوا شعرهم ولبسوا جيد، والله جيد، لما لا؟ إن تترك اليدين وتترك الوجه لباس محتشم جيد في هذا، ويكون أنيق. أين المشكل؟ وتمشي في المجتمع بالعكس، لما لا؟ لكن الغلاف الأسود ليس حجاب شرعي، وهو مخالف للدين، وهو ليس دين الله وإنما دين الكهنوت. يعني المسألة، غدا إن شاء الله سنناقش بعض الأسئلة، لأن جاءتني أسئلة ولا أدري لماذا يسألون. أنا قلت لا علاقة لما يسمونه حجاب المرأة بالشرع، ليس هناك شرع في حجاب المرأة أصلا. أنا سميته لباس المرأة، ليس كلمة حجاب لا تطبق ولا توجد في القرآن. حجاب في القرآن تعني شيء آخر. والآن أقول لكم ليس هناك حكم في الحجاب، يعني لا علاقة للحجاب بالشرع، وليس هناك حكم في حجاب المرأة. فلماذا أكثروا علينا الفيل؟ لماذا جعلوه شأن ديني في المجتمع؟ لماذا ملأوا المجتمع كله، شغلوه بشرويطة، شغلوه بثوب أسود، وتركوا المسائل الأخرى، تركوا الأخلاقيات التي لا توجد في مجتمعاتنا ولو واحدة؟ لماذا ذهبوا مع الثوب الأسود وتركوا الكذب وتركوا الفسق ويعني وتركوا هذا شهادة الزور وتركوا النفاق وتركوا يعني هذه تكشف عورات الناس وتركوا السب والشتم الآن على المواقع الاجتماعية؟ انظروا ماذا يقع الآن، ويعني وتركوا البر بالوالدين وتركوا الأولاد وتركوا التربية وتركوا الإحسان وتركوا الأخلاق وتركوا التعقل وتركوا الصبر وتركوا الإخلاص وتركوا التعفف وتركوا كل شيء، ذهبوا فقط لثوب أسود وملأوا به موضوع، ملأوا به المجتمع، وكأن المجتمع همه الحجاب، يعني لباس المرأة. فيعني أنت النساء لا نكثر الكلام، أنا لا أفتي، الآية صريحة وسهلة، الآية صريحة وسهلة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نقطة وانتهينا، ولا يبقى أحد يتفضل علينا. وليس هناك حكم إذا لبست المرأة بالطريقة المغربية لباس عادي، تلبس لباس عادي، راه جسمها مستور، ربما نصف شعرها يبان، ربما شيء، لكن ليس هناك حكم، ليس هناك حكم بالبتات. ولكن التبرج، يعني النساء إذا كانت المرأة تنوي بأن تريد أن تظهر زينتها، لا، هنا لا، لأننا نحن نتكلم بظاهر النص، ونتكلم بظاهر مسائل كما هي كما أرادها الله، وليس بالمسائل التي الأفعال ربما تكون تصرفات خاطئة عند المرأة. بعض النساء ربما تكون عندهم تصرفات خاطئة، صحيح، ثم هذا الحجاب الكهنوت يقول، سمعوا، غنختم لكم بشيء مر، الكهنوت يقول في كتبه، قراوا، يدخلوا قراوا، راه كاين ابن تيمية، كاين كاع المصائب هذه، يقولون بأن هذا الخمار هو خاص بالحرائر، الخمار خاص بالحرة ولا يهم الجارية. انظروا تمتعوا بالتناقض، وتمتعوا بمنكر الكهنوت، تمتعوا، نتمتع بمنكر الكهنوت، نضحك عليه شوية، لكن ستجي قراو كذبوني، قراو عندهم في لك، هذا الخمار خاص بالحرة، المرأة الحرة، أما الجارية لا يهمها، يعني لا تدخل في شرع الخمار، يعني جعلوا شرع يعني امرأة وامرأة، لكن هذه الجارية لا، لأنهم ينظرون إليها ولأنهم يتمتعون بالك، الحرة لا، مراته يغلفها ويغلق عليها لأنها حرة، ولكن ليس هناك جواري الآن، ما عندنا جواري، الجواري ما بقاوش، ملك اليمين لم يعد، وملك اليمين ليست الخلافة الإسلامية هي التي أنهته، الخلافة الإسلامية كانت قوية لكان ممكن أن تنهي الرق، لكنها لم تنهي الرق، لأنهم يريدون عبيد وجواري، الخلافة الإسلامية، لكن أبراهام لينكولن هو الذي أنهى الرق، ليس مسلم، أبراهام لينكولن هذا الأمريكي، الرئيس الأمريكي، أبراهام لينكولن هو الذي أنهى الرق، أصدر قرار فيه سطر، ثم انتهى الرق في العالم. الخلافة الإسلامية كانت تحكم العالم، ولكن لم تنهي الرق، لأن عقول البدو
عقول البدو والعقلية الجاهلية، ولكن الناس اللي وضعوا قانون وعملوا الديمقراطية وأرادوا أن يعيشوا في مجتمع نظيف، فالرئيس الأمريكي هو الذي أنهى الريق، هو الذي قرر الريق ما يكونش في العالم بمجرد ما يعني مضى وثيقة الريق ممنوع، ليس هناك ريق في العالم. فقط هؤلاء الذين يصفونهم بالكفار الذين سيدخلون النار هكذا، يعني الخمار، هم يقولون بأن الحجاب، هذا الحجاب يخص الحرة ولا يخص الأمة يعني الجارية، ما هي امرأة كذلك ولها مفاتن كذلك وجميلة كذلك ولها جسم امرأة كذلك. هنا تشوفوا التلاعب بالفقه، هنا تشوفوا الكهنوتات القدامى، الكهنوتات القدامى من عصر يعني أحمد بن حنبل، الكهنوت القديم، الكهنوت القديم خطير 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 جدا، لأن هذا الكهنوت عنده منبع، الكهنوت عنده منبع، طبعا عنده منبع، من أين أتى؟ من أين خرج؟ لابد وأن عنده منبع. فالناس أن يفهموا دينهم وأن يبسطوا في الأمور وأن يفهموا كتاب الله وأن لا يبقوا خائفين من قراءة القرآن. لماذا أنتم لماذا خايفين من القرآن؟ لماذا؟ ما النساء كلنا، المرأة تعرف العربية كتقرأ، والمرأة قارية وعندها إجازة وعندها مهندسة وعندها طبيبة وعندها محامية وقاضية، وتقرأ وتقول إلا ما ظهر منها، وفي الآخر تقول لك لا، والمرأة تغلف جسمها كله، كيف تغلف جسمها؟ كيف تغلف جسمها؟ لماذا الله خلق الإنسان باش يغلفه؟ لماذا؟ لماذا؟ لا يمكن أن يكون شرع منطقا وعقلا، لا يمكن أن يغلف الله المرأة. ولذلك الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، ولذلك شوفوا الاستثناء إلا ما ظهر منها. وتوسعوا الناس في التفسير، قالوا ليس الوجه اليدين والقدمين، حتى الشعر دخلهم مع ما ظهر، هو على خير، لا ليس من الجيوب، لأن الله يقول يضربن بخمرين على جيوبهن، الأماكن الحساسة في الجسم هي اللي تغطى فقط فقط. هما جعلوا مسألة فقهية وجعلوا منه يعني جبال يعني من الشرع، وليس شيء، وشيء كان علينا ألا نناقشه يعني قبل، يعني حتى من الستيني من اللي دخل هذا الغلاف الأسود عاد بدا الناس كيناقشوا الحجاب، بما أنه قبل ما يدخل هذا الغلاف الأسود يعني قبل 1980 لم يكن الناس يناقشون الخمار ولا الحجاب، ولا تكون مسألة مطروحة، لم تكن مسألة مطروحة. ولذلك أنا بسطت هذه المسائل دي وجعلتها لا شيء، لأن الناس يعني جاعلين منها موضوع كبير، ليس موضوع كبير، ليس موضوع ضخم، هذه جزئيات لا يتطرق إليها القرآن ولا يتطرق إليها الشرع ولا يتطرق إليها الإسلام، وأن الله لا حاجة له بجزئيات أجسامنا، وهو أكبر من هذه الجزئيات وأكبر من الحجاب. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.